هدومك مش هتتوسخ تاني. ما تيجي نشوف العلم بيقول ايه في 3 دقايق بس، وبعد كده هرجع اكلمكم تاني ونعرف الموضوع كامل. يلا بينا. قد استخدمت الطبيعة مقياس النانومتر منذ فجر الحياة، والطبيعة هي التي قدمت للباحثين كل الأفكار المتنوعة. خذوا هذه الورقة الطاردة للماء كمثال، لقد ألهمت العلماء ليصنعوا سروالا أفضل. نحن نستخدم تكنولوجيا الصغائر لتحسين النسيج. لقد ابتكر ويليام وير وفريقه سروالا سيتخلص من أي شيء قابل للرش أو السكب أو الصب أو الرشق. لدي هنا قطعة من قطعتين من نسيج قطني 100%. إنه مصنوع من نسيج قطني وحسب، وكما ترون فقدرته كبيرة على الامتصاص. هذا مجرد ماء. نحن نستخدم أجهزة معالجة الأنسجة التقليدية ونطبق تقنيتنا على النسيج، وهذه هي تقنيتنا. هنا يحدث السحر. يستخدم وير جزيئات معقدة تدعى البوليمرات لتغليف النسيج بشعيرات صغيرة على مقياس نانو ستطرد أي شيء سائل. لقد تلامست مع التقنية. هذا يستخرج فقط السائل الفائض من النسيج، والآن سوف أخذ هذا وأضعه في الفرن لأجعل البوليمر متصلا بشكل دائم بسطح النسيج، لذا سندخله الفرن لفترة زمنية محددة. هذه الفترة الزمنية المحددة عادة ما تكون دقيقة. بعد هذا سوف نقوم بإخراجه وانتهى. إن التحكم بدرجة الحرارة المسلطة على النسيج هام للغاية. تحتاج التقنية كمية معينة من الطاقة للالتصاق بسطح النسيج. هذا الفرن مصمم بحيث يستطيع مراقبة درجة حرارة النسيج ليحدد متى يكون النسيج جاهزا عند انتهاء العملية المطلوبة. إنه جاهز. نفس قطعة النسيج القطني. بدأت تكنولوجيا الصغائر بالعمل. لدينا سروال صوفي خالص عادي كالذي تجده في أي متجر. الاختلاف أنه يحتوي على خصائص مضادة وتقنية طاردة. لا يمكنك رؤيتها، لا يمكنكم لمسها، ولا تعلمون بوجودها إلى أن تسكب السوائل عليه. يمكنكم أن تروا بأن السائل يسير وحسب. يمكنه الحركة على النسيج ولا يخترق خيوط النسيج. بعد ذلك سوف ينزل عنه وحسب. لذا سواء سكبت القهوة أو كنت خارجا في الطقس الماطر فهو لن يخترق النسيج، وسوف يظل نظيفا وجميلا. كيف تعمل إذن؟ إن طبقة الشعيرات المزروعة المتناهية في الصغر هي ما يعلق السائل أعلى النسيج فلا يلمسه قط. موضوع جبار طبعا. الألياف النونانية دي حاجة فظيعة، والعلم وصل بيها لإمكانية عالية جدا. انت دلوقتي بتقدر تخلي الهدوم لا تتوسخ ولا تتأثر بأي مية، يعني ممكن تمشي تحت المطرة كده ولا يحصل لك أي حاجة. ممكن قاعد في اجتماع مهم وتدل عليك قهوة ولا حاجة، ما فيش، خلاص انت كده انت تحت حماية النانومتر. انت متخيل العلم قدر يوصل بينا لفين؟ واو. بعدين كمان ما بيخشش في الهدوم بس، ده انت ممكن تعمل حاجة كده زي اللي انتوا شايفينه ورا ده، الدهان بتاع الحيطة ممكن يتعمل بالخاصية دي، تيجي تدلق عليه طينة او تدلق عليه اي حاجة ما يتوسخش. العلم جميل. ولو عايز تعرف تاني عن الالياف النانونية ياريت تكتب في الكومنت تحت انك عايز تكمل الموضوع، وانا هعمل موضوع كامل بنفسي عن الالياف النانونية. دي مقدمة سريعة عن النانومتر. شكرا لكم.
كان معاكم يوسف وليد، ودي قناة فارماسيستان. ما تنساش تنزل تعمل سبسكرايب وتبص على المصادر بسرعة، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، وتنزل تعمل كومنت عشان أعمل الفيديو الجاي اللي هو عبارة عن الألياف النانونية بقى، الموضوع كامل. وفي الأول وفي الآخر اللهم بخر أحزاننا ورسبهم منا وبره، اللهم حدثنا بالصحة والعافية. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.